مساء الخير عليكم، انا عماد خليل. في الفيديو دوت يا جماعه هنتكلم بتفصيل عن الداله اللي اسمها سم، اللي هي داله الجمع في الاكسل. طبعا كلنا اول ما بنتعلم الاكسل بنبدا اول حاجه عندنا خالص هي ازاي ان احنا نجمع ونطرح ونقسم والحاجات البسيطه والمعادلات البسيطه قوي ديت في الاكسل. فطبعا لو احنا عندنا حبه قيم زي اللي احنا شايفينها ديت وعايزين نجمعها، فاحنا مثلا هنقول يساوي الرقم الاولاني دوت زائد الرقم الثاني زائد اللي هي طبعا شيفت ويساوي او زائد، والرقم الثالث وزائد، وهكذا لغايه ما نجمع كل القيم ديت. فكنا بنستهلك وقت كتير جدا عشان نعمل الاد او الاضافه اللي احنا نقعد نقول زائد 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 وهكذا عشان نقدر نجمع القيم دي كلها. داله سم يا جماعه بتوفر علينا الامر ده كله، بان احنا بمنتهى البساطه مثلا في المثال بتاعنا دوت الداله بتقول ايه؟ يساوي وسم، هقول لنا الداله هنا اهوت، ونفتح قوس اللي هو شيفت وي 9 يا جماعه، ونظلل على القيم اللي احنا عايزينها. فرضا احنا خدنا 5 قيم، 6، 10 زي ما احنا عايزين، وبعد كده اهوت نروح شيفت زيرو عشان نقفل القوس وندوس انتر، فجاب لنا ان القيمه بتاعت كل دول هم رقم 5500. طبعا في حاجه عايزين نبقى فاكرينها كويس قوي برضو شرحناها زمان، ان انت بتلاقي هنا هوت حاجات باي ديفولت بالطبيعي بتاع الاكسل، ان هو يقول لك المجموع بتاع كل القيم دي قد كذا، اللي انت طبعا بتبقى مظللها. يعني انت لو ظللت 3 دول هيقول لك ان مجموعهم كذا، هم عددهم 3 قيم، والافريج بتاعهم المعدل المتوسط بتاع الثلاثه هو كذا وهكذا. فدي الطريقه البسيطه بتاعت الجمع. طبعا لازم نبقى عارفين ان انا ممكن مثلا ابقى واقف هنا واقول يساوي وافتح قوس، واقدر اروح قايل له انا عايز الرينج دوت بس، واقفل القوس واقول انتر. طب انا مش عايز كده بس، اروح فاتح المعادله بتاعتي مثلا او هدلتها واقول يساوي سم، وافتح القوس واقول له الحته ديت، وبعد كده اروح دايس كوما واقول له انا عايز كمان الحته ديت، واقول له انتر. فانا كده كاني عملت 2 رينج في مكانين مختلفين يا جماعه. طب انا عايزهم يبقوا 3 مش 2 بس، فهحط كوما تاني واقول مثلا وعايز القيمتين دول، وهكذا نقدر ان احنا نحط اكتر من قيمه. تخيل بقى لو انت بتشتغل بالطريقه العاديه اللي هي زائد 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 وماشي بيها، قد ايه لو انت عندك مثلا 1000 خانه هتكون بتوفر. لو انت بتختار الاوبشن اللي هو رينج، ان انت تختار اي حاجه في اي مكان من المعادلات وتروح جامعها بسهوله، فقد ايه بتوفر معادله الصم بالمقارنه بالطريقه البدائيه خالص اللي هي زائد زائد زائد. فلازم نبقى فاهمين قد ايه الفايده بتاعت المعادله ديت يا جماعه، وده اول جزء في الموضوع. لو دخلنا على تاني حاجه في قاعده صم، احنا طبعا بنحاول ان احنا نعمل امثله كتيره عشان توضح لنا قد ايه الامكانيات اللي موجوده ديت وقد ايه ممكن نستخدمها. فاحنا عندنا مثال هنا اهوت، عندنا مثلا الثلاث عملاء دول ودول 3 اشهر، وعايزين نجيب تواتر كل عميل وتواتر كل شهر. بمنتهى البساطه انا دلوقتي عندي مكان سايبه للتوتال، لا انا مش هعمل كده اهوت، واقول يساوي صم وافتح قوس واروح مظلل هنا اهوت، واروح اقفل القوس وادوس انتر. لا انا هعمل حاجه تانية خالص يا جماعه، هروح مظلل على كل الخانات واروح قائمه هوم على المكان اللي هو فيه كلمه اوتو سم ونفتحه كده اهوت، وهنلاقي السم اهي، ونروح دايسين كده اهوت، هنلاقي التواتر كلها زي ما احنا شايفين كده اهوت اتحطت في كل مكان. ليه كده اهوت يا جماعه؟ لان بمنتهى البساطه اتعمل لنا معادله سم في كل مكان زي ما احنا شايفين اهو. لو دوسنا F2 عشان نقدر نفتح المعادله اللي جوه الخليه بتاعتنا، هنلاقي ان هو الداله بتاعتنا اتعملت في كل مكان زي ما احنا شايفين كده اهوت فوق. وده اسهل طريقه، ان انت لو عندك جدول كبير كده اهوت عايز تعمل عليه معادله، فتروح مظلله هو والتواتر وتروح دايس على سم او اوتو سم على طول. دي برضو واحده من الحاجات برضو اللطيفه اللي اكيد بتوفر وقتنا في موضوع السم. في المثال التاني ده يا جماعة برضو حاجة تانية من الاوبشنز اللي بنستخدمها في السم، وهي ان انت دلوقتي عندك ان هوت لو جيت تقول زائد الرقم دوت او يساوي الرقم ده زائد الرقم التاني ودوست انتر، هتلاقيه عمل لك معادلة ان هو دوت مش مفهوم، لان هو هنا لاقي تكست، لاقي نص مكتوب مش رقم، فهو ما قدرش يفهمها. اما لو انت قلت يساوي سم فتحت قوس ورحت مظلل على الاتنين وقفلت القوس ودوست انتر، هتلاقيه قرالك الرقم اللي موجود حتى لو كان فيه نص هو مش هيحسبه معاه، بس مش هيعمل ايرور في المعادله. فدي واحده من المميزات اللي بيها لازم ان احنا نكون بنستغنى عن الاد ونستخدم ديت. ديت النقطه الثانيه في الموضوع بتاعنا النهارده. من المميزات اللي موجوده عندنا في الموضوع دوت زي ما احنا عملناه قبل كده اهوت، لو احنا عملنا كده اهوت
ظلينا على كله ودوسنا اوتو سام ديت، هتلاقي طلع لنا التواتر على طول بتاعت كده اهوت. وكذلك برضو لو عملنا كده اهوت هتلاقيه طلع لنا برضو التواتر بتاعت الكاستمر زي ما احنا شايفين دوت الكوارتر الاولاني، يعني الربع الاولاني من السنه، وده الربع الثاني والثالث، وده الكاستمر الاولاني اللي هو العميل الاولاني وهكذا. فادينا المبيعات بتاعت كل واحد زي ما احنا شايفين. تعال اقول لكم برضو على تركيه حلوه قوي، ان انت لو ظللت على العواميد ديت كده اهوت بما فيها الهيدرز اللي هو المسمى بتاع كل عمود، هنا مبيعات كيو 1 وهكذا، ورحت دايس الاختصار الجامد دوت اللي هو كنترول شيفت اف 3، هتلاقيه بيقول لك ان هو كرييت نيم فروم سيلكشن. يعني ايه؟ يعني اختار مسمى للرينج اللي انت مختاره على حسب حاجه محدده. المسمى بتاعك انت بتقول له توب رو، توب رو اللي هو الصف اللي فوقاني دوت اللي هو كيو 1 وكيو 2 وهكذا. فانت كده بتقول له كل عمود من دول سميه باسم الهيدر اللي فوق دوت، ولو دوست اوكي هتلاقي لو انت ظللت دلوقتي على دوت هتلاقيه هنا اهوت متسمى بي كيو 1. تعالى لو انت ظللت على في الهواء كده هتلاقيه هو واخد لك مسمى اول سيل بتاعتك اللي هي اي 4. اما دلوقتي انت بقيت مسمي الرينج باسم، فانت دلوقتي اهو كيو 2 وفي اندر سكور وراها، ولو عملت كده اهوت كيو 3، لو عملت كده اهوت كيو 4. برضه عايز اكملها بان انا اروح عامل برضه الرينج للكاستمرز، فبرضه هروح دايس كنترول وشيفت وثلاثه، انا هنا بختار ليفت كولم، ادي العمود اللي على الشمال اللي هو فيه اسماء الكاستمرز، وهدوس اوكي. ايه اللي بيحصل؟ ان انا لو ظللت على الرينج دوت هتلاقيه هنا مكتوب كاستمر 4، وهنا برضو مكتوب كاستمر 4، لو جيت هنا اهوت هتلاقيه برضو مكتوب كاستمر 9. دي بتبقى فايده حلوه قوي لما انت تكون بتشتغل على داتا كتيره وعايز المعادلات تبقى بمسميات، فانت بتعمل المعادلات بشكل اكتر احترافيه وفي نفس الوقت بيسهل لك الامور. فتعالى اقول لكم التركايه هنا اهوت، انا دلوقتي هنا اهوت الصم مكتوب عليها رينج اللي هو من سي 4 اللي هو ادي الاربعه اهي وادي السي لغايه سي 13. لا انا هعمل بقى اللي انا استفدت بيه اللي هو كلمه كيو 1 اندر سكور ديت، فهشيل ده كله واقول كيو 1 اندر سكور اللي هي شيفت مع الناقص اللي جنب البلس ويساوي، وهدوس انتر هتلاقيه عمل لي المعادله بمنتهى البساطه. ونفس الحكايه هنا اهوت، لو شلت هنا اهوت كل الموضوع ورحت كاتب كاستمر 1 ورحت دايس انتر هيديني نفس المجموع، ودي الميزه والحلاوه بتاعت الموضوع دوت. فبرضه ديت من الحاجات الجميله، برضه واحده من التريكات الحلوه قوي في موضوع الصم، واللي لازم نبقى عارفينها برضو، ان انت لو بتعمل صم على مجموعه من الخانات او الصفوف بس فيها حاجات متهيضه، فانا عندي العلامه ديت اللي هي بتاعت الفلتر اللي هي بتيجي من ديتا هنا اهوت. طبعا عشان نبقى عارفينها هنلاقي في كلمه فلتر لما نظلل على الحاجات ديت كده اهوت، هنشيل الفلتر او نحط الفلتر تاني، ونيجي من الكاستمرز هنا مثلا هنشيل 2 و3 و4 وندوس اوكي، هنلاقي المعادله بتاعت صم ما اتغيرتش، هو برده لسه بيجمع كل الخانات. طب انا دلوقتي المفروض اكون جامع بس الخانات اللي ظاهره، لان انا دلوقتي عايز ابقى عارف الناس بس اللي ظاهره القيمه بتاعتهم ايه، فانا مش هستخدم معادله صم، انا هستخدم معادله ثانيه اسمها سب توتال. همسح مثلا في كيو 4 هنا اهوت واقول يساوي سب، والايد كلمه سب توتال هنا هروح دبل كليك عليها كده اهوت، وهلاقي كل الحاجات دي فتحت معايا. فانا مثلا دلوقتي عايز استخدم سب توتال بالنسبه للايه؟ للصم، فهلاقي اهي موجوده هنا اهوت، اروح دبل كليك عليها هلاقي ظهر لي رقم 9، معناه ان هو بيقول لي ان هو بيجمع لي بس القيم الظاهره في المعادله بتاعتنا، واروح دايس كوما، وبعد كده اروح مظلل على كل العمود بتاعي اللي ظاهر واروح قافل. طبعا هنا لو احنا شايفين بقى واخد المسمى بتاع الرينج اللي هو بقى اسمه كيو 4 اندر سكور، ونروح دايسين انتر، فادانا الرقم اللي هو 4050، ما اداناش ال 5250 اللي كان. طب تعالى نشيل مثلا الكاستمر رقم 5 وندوس اوكي، هتلاقيه غير لنا الفاليو. طب تعالى ان احنا بقى نفتح كله كده اهوت، هتلاقيه رجع لنا الفاليو بتاعتنا، لان السب توتال ديت هي برضو جمع، بس لما يكون في خانات متشاله هتبقى بيعمل حسابه عليها، وديت التركايه الحلوه قوي في الموضوع دوت يا جماعه. برضو من الحاجات والمميزات اللي لازم نبقى عارفينها لما نكون بنستخدم معادله صم، ان احنا برضو عندنا دلوقتي دوت تيبل بس في جدول، يعني بس في الاخر هو بالنسبه للاكسل هو اسمه رينج مش جدول مش تيبل. تيبل يا جماعه بتيجي ازاي؟ ان انت تروح مظلل على كل التيبل بتاعك اللي انت عايزه يتقلب من مجرد رينج لتيبل، وتروح رايح يا جماعه من هوم على فورمات، وتختار اي واحد من دول هيقلبه على طول لتيبل. بص يا جماعه تظلل عليه بيقول لك فورمات از تيبل، يعني ننسقه ان هو تيبل، وطبعا انت بتختار الشكل اللي انت عايزه، مش فارقه معانا دلوقتي، احنا هنقول اوكي، فهتلاقوه اختلف وظهر لنا كلمه تيبل تولز، لان دي امكانيات ثانيه بقى. لو احنا جينا وقفنا على التيبل تولز هتلاقي فيها مثلا مكتوب المسمى بتاع تيبل تيبل 1، وهنا برده في كلمه كونفرت تو رينج يعني رجعه ثاني للرينج، وهنا هو بقى بيقول لك هيدر رو
لو شلناه بقى، بص يا جماعه ايه بقى الاوبشنز المتاحه، ان انت تشيل الروز اللي هي بتاعت الهيدر او لا، احنا لا عايزينها تاني، وتوتال شيله او حطه. طبعا هو هنفترض ان دوت مش موجود، لان هو خلاص بقى عندنا حبه تولز جامده جدا في التيبل بتاعنا، فاحنا اهو التوتال بتاعنا يقدر يتجمع بسهوله من خلال دوت، وهكذا حبه امكانيات. فالامر بيبقى لطيف، شلنا الفلتر بوتن، هنحط الفلتر بوتن وهكذا اللي بيها نقدر نستخدم. بص يا جماعه بقت عندنا مجموعه المعادلات دي كلها جاهزه محطوطه في التيبل، نقدر نستخدمها بسهوله. فانا لو قلت سم هتلاقيه جمع لك التوتال على طول. طب تعالى ان انت شيل مثلا من الفلتر بتاعك الكاستمر 2 وكاستمر 10 وروح دايس اوكي، هتلاقيه قلبها لك بقت سب توتال على طول اوتوماتيك. فبرضو الاوبشن بتاع ان انت من هوم تقلب اي رينج عندك، اي جدول عادي انت عامله ليه، ان انت تقوله فورمات از تيبل، ده بيخليك ان انت تستفيد بكل التولز اللي موجوده في التيبل. في حاجتين عايز ان انا اقولها لكم عشان برضو نبقى قلنا كل الحاجات اللي تخص ده اللي تتجمع في الاكسل. واحده من الاختصارات اللطيفه جدا اللي انت بيها تقدر توصل معادله الجمع ديت بسهوله، ان انت تدوس الت مع يساوي، هتلاقيه عمل لك الرينج كله في المكان من اوله لاخره، وتدوس انتر هتلاقيه جمعهم لك يا جماعه. وديت ميزه جميله قوي ان انت تقدر بمنتهى البساطه ان انت تجمع كل القيم بتاعه العمود اللي انت واقف فيه، مجرد ما دوست الت ويساوي هتلاقيه عمل لك المعادله ديت، ودي حاجه لطيفه جدا. تاني حاجه يا جماعه، دلوقتي انا عايز ان انا اعمل حاجه اسمها رانينج توتال، او زي ما بيسموه بلغه بعض الناس الثانيه يير تو ديت سيلز، اللي هو البيع لغايه اللحظه اللي احنا فيها. فانا دلوقتي لو في يناير فانا هقول البيع في يناير، طب لو في فبراير هقول البيع في يناير وفبراير، طب لو في مارس هقول البيع لغايه دلوقتي اللي هو يناير وفبراير ومارس. بعمل الموضوع دوت ازاي؟ برضه هنقول يساوي ونفتح قوس ونقول سام، ونفتح القوس بتاعنا ونيجي نختار السيل بتاعتنا، ونروح دايسين قبل الاربعه شيفت مع اربعه عشان نعمل دولار ساين عشان نثبت الاربعه، الاربعه دوت اللي هو الصف بتاعنا، علشان لما ننزل لتحت بالمعادله يبقى مثبت لنا القيمه بتاعت اول حاجه، ونيجي بعد الاربعه ونشيفت مع الكاف او اللي هي النقطتين ديت، ونرجع تاني نختار بعديها السي 4 علشان نقول له ان انت وانت نازل اختار لنا على طول المعادله فيها القيم اللي من اول يناير، وبعد كده نقفل القوس وندوس انتر. لو سحبنا لما بنيجي كده يا جماعه ونقف عند البتاع هتلاقيه بيتحول لعلامه البلس ديت عشان نقدر نسحب بيه المعادله كده اهوت وكلها. لو سحبناها للاخر هتلاقيه هنا اهوت، بص يا جماعه اتحول لنا المعادله لان هي مثبت سي 4 وخد معاها سي 5، هنا مثبت سي 4 واخد معاها لغايه سي 6. لو دوسنا اف 2 هتلاقيه عامل كده، هنا عامل كده وهكذا. فهتلاقيه في شهر ديسمبر عامل لك برده الرينج بتاعك كله، ودي من التريكات الحلوه جدا في قاعده سم اللي بيها تقدر تعمل بيها يير تو ديت او رانينج توتال او المجموع الاجمالي للبيع الفتره من اول السنه لغايه الفتره اللي انت فيها. وده كان كل حاجه في حلقه النهارده يا جماعه عن موضوع الصم. لو كان عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك، وطبعا لو حد فيكم ما كانش لسه عامل لي سبسكرايب يروح على الزرار اللي تحت ويعمل لي سبسكرايب، ويفعل جرس التنبيهات عشان يجي له كل الفيديوهات بتاعتي. وهتلاقوا في الشرح تحت كل الفيديوهات لينكات ليها علشان تبداوا معايا الاكسل من الصفر، او تريكات كتير تخص الاكسل هتلاقوا كل اللينكات اللي تخص الموضوع دوت. وكذلك هسيب لكم الملف دوت اللي فيه كل الشغل اللي احنا عملناه عشان تجرب بايديك الشغل دوت في الشرح تحت كلينك. ويا جماعه ما تنسوش لو كان عندكم اي اسئله في الاكسل او في اي حاجه تانية تخص المايكروسوفت اوفيس ممكن تحطها لي في الكومنتس تحت، وشكرا ليكم يا جماعه.